كويس. فاذا الناس اللي معتقده انه هيحصل بقى تعديل وتغيير وتبديل والنظام ده اللي احنا اشتكينا منه ومش مريحنا وبتاع خلاص هيخلص، لا مش هيحصل. ليه؟ لانه طارق شوقي كان ينفذ سياسه دوله، وكل الوزراء اللي جايين الحقيقه هيقوموا بتنفيذ سياسه الدوله، لانه في خطه زي ما بقول لحضراتكم. وخلونا مثلا نستمع من معالي وزيرة الثقافة في التعديل الجديد دكتورة نيفين الكيلاني. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا دكتور، وألف مبروك على المسؤولية، والمسؤولية كبيرة، ولكن يعني ما قدمتيه طوال مسيرتك يعني يبشرنا جميعا إن شاء الله أنه القادم يعني هيكون في صالح الدولة المصرية وصالح مشروع الدولة المصرية ان شاء الله يا فندم. ربنا يعني يسهل. يعني هقول لحضرتك على حاجة، انا عارف انه لسه حلف اليمين بكرة ان شاء الله بإذن الله، لكن الفكرة الاساسية يعني التكليف لما جه لحضرتك واول ما تلقيتي هذا الخبر، الفكرة الاساسية المسيطرة، الملفات الاساسية اللي حضرتك هتشتغل عليها في الوزارة ايه؟ يعني طبعا هو ده كلام سابق لأوانه حضرتك طبعا، لكن زي ما حضرتك كنت بتقول من شوية وأنا متابعة البرنامج، إن بيبقى في رؤية وفي سياسة دولة، واللي بيجي بيكمل شغل اللي سبقه. إحنا تنفيذيين لسياسة الدولة، في مشروعات ثقافية لازم تتم تتناسب إن شاء الله مع الدولة الحديثة ومع المواقع الثقافية الجديدة في الأماكن الكتير الجديدة اللي اتعملت، يعني مدينة الثقافة طبعا في العاصمة طبعا الإدارية. يعني على رأس الأولويات تشغيل الأماكن الجديدة دي وإيجاد رؤية، لازم يكون في رؤية طبعا تشتغل من خلالها الأماكن دي. طب طول الوقت يا فندم بيبقى برضو خلفية وزير الثقافة تحديدا بتبقى مؤثرة، لأنه وزير ثقافة مصر يعني حتى الوزراء السابقين بتجاربهم طول الوقت وزير ثقافة مصر بيبقى مختلف. حضرتك جاية من خلفية فيها الفن الراقي، يعني حضرتك كنت عميد المعهد الأعلي للباليه وأحد أعضاء لجنة الموسيقى والأوبرا. لا لا لا، طب صححي بقى، صححي النقد الفني. أيوة، عميد معهد النقد الفني والرئيس الأسبق لصندوق التنمية الثقافية. فأنا يعني من أول ما اتخرجت وأنا بشتغل في العمل الإداري في وزارة الثقافة، تمام، جنبا إلى جنب مع التدريس في أكاديمية الفنون. يعني المعلومة المتداولة دي مش دقيقة. لا يا فندم، لا للأسف. طيب طب الحمد لله، انت عارفة الإعلام بيبقى أو بنساعد إن احنا نصحح المعلومات إن شاء الله، ونبقى معاكي خطوة بخطوة مع الوزيرة إن شاء الله، وكل الدعم لخطواتك ولأفكارك في وزارة الثقافة إن شاء الله. متشكرة لحضرتك والله موفق إن شاء الله يا فندم. دكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة الجديدة.